تمثل مشاركة من قبل الشعب الكويتي من خلال ممثليهم في مجلس الأمة. في هذه الأثناء يصل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والذي سيتفضل بعد قليل بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول. نتابع إذن بعد السلام الوطني استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من قبل رئيس السن السيد مرزوق الحبيني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قبيل التوجه لقاعة عبد الله السالم لبدء الجلسة الافتتاحية، حيث يبدأ في هذا اليوم الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة. نتابع هذه اللقطات والتحية المتبادلة بينه وبين أبنائه، والتي دائما ما تعكس مدى القرب والترابط بين الشعب وحكامه. سموه في هذه اللحظات يوقع على كشف كبار الحضور في قاعة مجلس الأمة. لحظات إذن تفصلنا عن بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، والتي سيتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاحها بعد قليل. نتابع إذن تواجد سموه مع رئيس السن النائب السيد مرزوق الحبيني قبيل بدء الجلسة الافتتاحية، ونتابع من قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة توافد النواب والوزراء إلى قاعة عبد الله السالم وتبادل التحايا والأحاديث دون أدنى شك قبل أن تبدأ الجلسة بالقرآن الكريم بحول الله تعالى. تأتيكم هذه
اللقطات من قاعة عبدالله السالم، معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متبادلا التحية والمباركة أيضا للأعضاء الذين حظوا بثقة الشعب لتمثيلهم في مجلس الأمة. جانب أيضا ينقلنا وبدأ فيه الدكتورة أماني بوغماز وزير الأشغال العامة وعدد آخر من الوزراء، ويبدو هنا معالي الشيخ طلال خالد الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجانبا من الحضور الذين تمت دعوتهم خلال الجلسة الافتتاحية كما جرت العادة. لازلنا إذن أيها السيدات والسادة بانتظار بدء الجلسة الأولى الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي مع الشيخ فيصل النواف والسيد محمد ضيف الله الشرار الوزير السابق، وحديث جانبي بين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والشيخ محمد الخالد الصباح قبيل بدء الجلسة. نستذكر أيضا خلال هذه اللحظات تاريخ الكويت العريق في المشاركة الشعبية الممثلة من قبل نواب مجلس الأمة في سابع مجلس ينتخب بعد 10 مجالس سبقت. نحن الآن بانتظار بدء الفصل التشريعي 17 في حياة برلمانية بدأت في عام 1962 بالمجلس التأسيسي الذي دشن دستورا وضع الأطر للتعامل بين سلطات 3 قضائية وتشريعية وتنفيذية. هذا الدستور الذي سار بنا منذ عام 1962 في 11 نوفمبر لنستمر حتى اليوم في الالتزام والانتظام بهذا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. يتلى مرسوم الدعوة. مرسوم رقم 110 لسنة 2023 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 ميلادي، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي أجريت يوم الثلاثاء 17 ذي القعدة 1444 هجري الموافق 6 يونيو 2023 ميلادي، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى، يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 صباح يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 20 يونيو 2023. مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 18 ذي القعدة 1444 هجري الموافق 6 يونيو 2023 ميلادي. ليتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد بإلقاء النطق السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا في كتابه الحكيم بالتمسك بحبله المتين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء على سيد الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين، من بيت الأمة ومن قاعة عبد الله السالم، يسرني أن ألتقي بكم بالإنابة عن قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لألقي أمامكم النطق السامي لمقامه الكريم، ونفتح بأعظم الأسماء بسم الله وعلى بركة الله وبمباركة سموه الكريم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، سائلين الله في علاه أن يوفقنا جميعاً ويسدد خطانا لما فيه خير وطننا العزيز ورفع شأنه، وأن يديم عليه الأمن والرخاء والازدهار، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كما يطيب لي أن أنقل إليكم جميعاً بالغ تحيات سموه حفظه الله وأمده بالصحة والعافية ورعاه، وصادق دعواته ودعواتنا بأن يوفق الله الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يلهمنا التوفيق والسداد مهنئين أعضاء مجلس الأمة لنيلهم ثقة شعب الكويت الكريم واختيارهم ممثلين عنه متطلعين إلى ممارسات ديمقراطية راقية هادفة تساهم في تحقيق النهضة المنشودة لكويتنا الغالية. إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين، بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الأصلاح سبيل النهضة والاستقرار، وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سوياً من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت. نلتقي اليوم وبعد العرس الديمقراطي الذي شهدته البلاد وتابعه العالم وافتخرنا به جميعاً، فإن هناك صفحة من ممارسات خلت من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت، مليئة بالتطلعات والطموحات وتحقيق الغايات، متوكلين على الله لرسم وتحقيق مستقبل مشرق لشعبنا الكريم ولأجياله القادمة في ظل القيادة الرشيدة والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات، وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور، ونحن على ثقة بإدارتكم ووعيكم
بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة، وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الإمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت، ليظل وطننا العزيز كما عهدناه منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية، وانطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرغابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزاعات والصراعات، فإننا نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها، وعليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي وتفعيل دوره التشريعي بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم، وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز، ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل، والارتقاء بالخطاب البرلماني لتبقى الكويت كما عهدها الجميع نموذجاً أصيلاً في ممارسة الديمقراطية. راعوا في تقديم مقترحاتكم العادلة الاجتماعية، وأن تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها، وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية، فضلاً عن إنجاز المتأخر من التشريعات التي تهدف إلى صالح البلاد والعباد وتسريع الخطى لتحقيق تطلعات وأمال المواطنين والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع معطيات المواقف وتقديرها بما يتماشى مع مصالح وطننا العزيز. إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين، من هذا المكان وفي هذا المقام أؤكد أن شعب الكويت الكريم شريك أساسي في بناء وطننا الغالي، لذا أوصي أبناء وطني العزيز بالمساهمة في بناء الكويت ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتسخير كافة الطاقات الإبداعية والمحافظة على نسيجه ووحدته الوطنية. وليعلم الجميع أن الكويت أمانة تركها لنا الأجداد والآباء، وعلينا جميعاً على تطويرها وازدهارها لنسلمها لأجيالنا مزينة بثيابة النهضة والعزة والإباء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبأنا ابنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة المحترمين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو نائب الأمير وولي العهد، يطيب لي نيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة وأصالة عن نفسي أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والتبجيل لتفضلكم بحضور حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، راجياً العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وأن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. كما أضرع بالدعاء إلى المولى سبحانه أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً للبلاد، وأن يحفظه ويرعاه. كما يسرني أن أتوجه بخالص التهنئة إلى زملائي أعضاء مجلس الأمة الذين حالفهم الفوز بعضوية المجلس ونالوا ثقة الشعب الكويتي العظيم، راجياً لهم السداد والنجاح والفلاح، وأن يعينهم المولى عز وجل على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة التي كلفوا بحملها. كما أسأله جل شأنه أن يوفقنا جميعاً على أداء الرسالة البرلمانية السامية، وأن نكون على عهد آبائنا الذين أرسوا قواعد الديمقراطية في بلدنا الحبيبة الكويت، وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي بنا. كما يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة إلى أعضاء الحكومة الجديدة لنيلهم ثقة حضرة صاحب السمو، راجياً لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم الله على تحمل مسؤولياتهم، وأن يعملوا جاهدين على تحقيق الثقة الغالية التي منحهم إياها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. سمو نائب الأمير وولي العهد، إن اجتماعنا اليوم والذي يشرف بحضوركم تحت قبة عبد الله السالم في بيت الأمة لهو عرس ديمقراطي لجموع الأمة، عرس لكل كويتي حريص على مصلحة وطنه قبل مصلحته الشخصية، واضعاً نصب عينيه رفعة الكويت واستقرارها وازدهارها. إنه لترجمة دقيقة لكل ما يحمله مصطلح الديمقراطية من دلالة ومعنى. فلقد آليتم على أنفسكم العناية بآمال وطموحات الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والاحتكام إلى الدستور باعتباره المرجعية والعروة الوثقى للحكم، فتمخض عن ذلك كله خطابكم السامي الذي تضمن دعوتكم السامية لانتخابات عامة جديدة انتصاراً للإرادة الشعبية بالعودة إليها لتقول هي كلمتها في اختيار من يمثلها. وها نحن اليوم نجني ثمار هذه الدعوة الكريمة بانعقاد مجلس الأمة والذي كان نتيجة لانتخابات عامة جرت تحت إشراف قضائي كامل اتزه بالنزاهة والشفافية. سمو نائب الأمير وولي العهد،
إننا ونحن في هذه الحقبة والفترة الحساسة من تاريخ الكويت لنصبو إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرعاً للتعسف في استعمال السلطة من أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون المثمر بينهما، وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية، والنأي بالبلاد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته وآماله. ولقد تضمن خطابكم السامي حرص سموكم على تحقيق كل ما سبق مما نصبو إليه جميعاً ويأمله الشعب الكويتي بأطيافه كافة. ونحن أعضاء مجلس الأمة نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين في أن نكون عوناً لكم، ديدننا التعاون المثمر، وعدتنا بذل الجهود، وسبيلنا توحيد الصفوف لنعبر بالبلاد إلى مستقبل زاهر، وإلى الكويت التي عهدها العالم أجمع في جميع المواقف الدولية والإقليمية، دولة تسعى إلى نشر السلام والأمن معتمدة في ذلك على الله ثم سواعد أبنائها رجالاً ونساءً، غايتها إعزاز هذا الشعب الكريم وتحقيق وحدته الوطنية. سمو نائب الأمير وولي العهد، إن الشعب الكويتي قد قال كلمته في اختيار ممثليه، مدركين أن مشاركتهم الفعالة في الانتخابات فرصة لحماية وطنهم، وإن دافعهم الأكبر أن عليهم التحرك بسرعة وبقوة نحو صناديق الاقتراع لحماية وطنهم مما قد يهدد واقعه ومستقبله. ولا بد من أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي، لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم. إن السبيل الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية يكمن في المعاونة الصادقة بين الحكومة وأعضائها من جهة، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى. فعلى الحكومة والمجلس أن يعملا في تناغم تام وتوافق كامل يضمنان تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن، ويحققان الحياة الطيبة الكريمة للمواطنين. على أن تكون المرجعية والاحتكام للدستور في تحديد وتنظيم هذه العلاقة بين السلطتين. سمو نائب الأمير وولي العهد، ما أحوجنا ونحن في هذه المرحلة الفارقة إلى الاستقرار السياسي، ولن يتحقق هذا الاستقرار إلا بتوخي الحيطة والحذر، وأخذ الدروس والعبر، والنظر بعين المسؤولية لما يجري من أحداث سياسية عالمية، فالأزمات والتحديات والأخطار بأنواعها كافة تحدق بالعالم من حولنا، ولسنا بمنأى ولا معزل عن العالم، وهذا يدفعنا إلى أن نعمل ونجد في سبيل الحفاظ على وطننا الحبيب مما يحيط به من أزمات وأخطار، وأن يكون حمانا بعد الله توحدنا وتعاوننا ونبذ خلافاتنا وتجردنا لخدمة وطننا. وهذا التعاون والتعاضد
يؤهلنا إلى الاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة. إن الشعب الكويتي ليعلم علم اليقين إن الانتخابات ومجلس الأمة هما أداة المواطنين ومشاركتهم في التشريع والرقابة، ومن هنا كانت الصورة المشرقة لجموع المواطنين وهم يهرعون إلى صناديق الاقتراع تحقيقاً لذلك اليقين، وصورة تعكس وعي الشعب الكويتي وحرصه على مصلحة وطنه، وتلبي عن حس وطني وديمقراطي متجذر في ثقافة هذا الشعب الكريم. سمو نائب الأمير وولي العهد، إن الشعب الكويتي في هذا العهد الميمون يطمح إلى الكثير من الإصلاحات الجوهرية، سواء على المستوى الاقتصادي أو القضايا الساخنة ذات الصلة بالمجتمع الكويتي، وكذلك الإصلاح الاجتماعي والسياسي والمعيشي، كما يأمل الشعب الكويتي ترشيد التركيبة السكانية حفاظاً على الهوية الوطنية وعلى الأمن الاجتماعي، وحلاً لقضية المقيمين بصورة غير قانونية. يدفعه في ذلك كله الأمل والتفاؤل تحت قيادتكم الحكيمة. سمو نائب الأمير وولي العهد، في الختام نتوجه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجزيل الشكر على تهانيه الرقيقة لجميع الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات، وأسأل المولى جل في علاه أن يحفظ سموه ذخراً للكويت وأهلها، وأن يسبق على كويتنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسموكم الكريم بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظكم ويرعاكم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتفضل سمو رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الخطاب الأميري. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، نشكره سبحانه على نعمه وخيره الوفير، ونسأله تعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يلهمنا جميعاً الرأي السديد والعمل الأصلح لوطننا الغالي. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويسعدني ونحن نحتفل في هذا اليوم المبارك بافتتاح الدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة أن أتقدم بأطيب التبنيات إلى الشعب الكويتي الكريم الذي لبى الدعوة إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثله، إلى إعادة بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية في غد مشرق وواعد. وأتوجه إليكم بأحرى التهاني والتبريكات على اختيار الشعب لكم ممثلين له في مجلس الأمة، وبذلك أسندت إليكم أمانة ثقيلة راجيا من المولى الغدير العزيز أن يوفق خطانا جميعا لما فيه خدمة الكويت الحبيبة وتعزيز أمنها واستقرارها ورفع شأنها وازدهارها. ولا يفوتني في هذا المقام أن أعبر عن الاعتزاز والفخر بأجواء الحرية والديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات وكانت محل إعجاب وتقدير على كافة المستويات محلياً وعالمياً، بما يعكس الوجه الحضاري المعهود لوطننا الغالي ويجسد مبدأ الشورى وروح المودة والتآلف والأخاء التي جبل عليها مجتمعنا الأصيل، ويؤكد رسوخ النهج الديمقراطي في ضمير الشعب الكويتي الكريم وحرصه على ممارسة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين، أنعم الله على وطننا بالخير الوفير، وبفضله سبحانه حرص أبناؤه بحسن تعاونهم على ترسيخ الممارسة البرلمانية وفق النهج الديمقراطي، تأصيلاً وتجذيراً لمبادئ الشورى التي توارثناها. ولا شك أننا نتفق جميعاً على أن جدوى هذا النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخائه، مؤمنين بأن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً تعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية ومن العواطف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها. الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين، أجد لزاماً في افتتاح هذا الفصل التشريعي الجديد التأكيد على ثوابت مسيرتنا الوطنية، وأهمها الالتزام بأحكام الدستور وما نصت عليه من حريات وحقوق وواجبات وما فصلته من تنظيم متوازن للسلطات يحفظ استقلال كل منها في ذات الوقت تعاونها فيما بينها، كما إن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها، كما إن الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلسكم الموقر في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يعد ترفاً، وإنما هو أمر واجب لتمكين مجلسكم من القيام بدوره التشريعي والرقابي وتحقيق الإنجاز المنشود، عضيداً للحكومة وشريكاً كاملاً في حمل مسؤولية العمل الوطني، فقد احتلت الكويت الموقع المتميز اللائق بها
وبقدراتها وإمكاناتها، وإن الجميع مجلساً وحكومةً مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن وطننا العزيز وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للشعب الوفي. وقد أولاكم أهل الكويت ثقتهم واختاروكم لتمثيلهم في إدارة شؤون البلاد بالمساهمة بالرأي والفكر والمقترحات الخلاقة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مزيد من الرخاء والازدهار. لذلك وجب أن تكون مصلحة الوطن وسلامته وأمنه وازدهاره هي رأس الأمر وغايته، ولا مجال للخلاف والانقسام وتشدد الرأي، فإن الأمل معقود على تضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل جبهة واحدة متكاتفة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات، واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت العليا. وإني على يقين من أن الرسالة الواضحة التي تضمنتها الانتخابات التي حملتكم إلى مجلس الأمة، والتي أعلن فيها أهل الكويت الأوفياء رفضهم للتوتر والتآزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تشكل دعوة صادقة للعمل الجاد للتصدي للأخطار والتحديات وللإسراع في تحقيق الإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة. الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين، ولا شك أننا جميعاً ندرك خطورة ودقة المرحلة الحالية في خصم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم، وتطورات الأحداث وتداعياتها وآثارها، مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته. فعلينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على وحدته الوطنية التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا، وما يتطلبه ذلك من العمل بكل جدية لتهدئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين، سعياً إلى التعاون البناء بينهما. كما إن من أهم أركان النقد أن يبرز المحاسن كما يبرز المساوئ. هذه بعض من مبادئ العمل المسؤول والطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي، أو تورطهم بالمساس بمكتسبات الدولة، أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم. ولا شك أن الحكومة على استعداد كامل لأن يضم هذا البرنامج المقترحات النيابية التي سبق تقديمها في ظل مجالس الأمة وحكومات سابقة متى كانت متفقة مع الأولويات وفي حدود الإمكانيات، كما أنها ترحب بأي مقترحات تسهم في الإسراع بتحقيق الازدهار والرخاء. الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين، أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز وتنفيذ القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي عن طريق النظر نحو إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية بالدولة في ضوء التقلبات التي لا تزال تشهدها أسواق النفط العالمية، بحيث لا يكون هناك تراخ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، وأمل أن يؤدي التحسن المؤقت التي شهدته أسعار النفط مؤخراً إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة. وإني على يقين بأن الحكومة والمجلس سوف يبذلان غاية الجهد لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين، إن مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والجهود المتواصلة في مواجهة العقبات والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية لن تخرج عن الأطر الشرعية
وهي تتم في مناخ ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون جميعاً بحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون، وأن الصعاب والتحديات التي تحيط بوطننا تحتم على المجلس والحكومة أن تتضافر الجهود وتتآلف القلوب مع ما تحمله الفترة المقبلة من تحديات على مختلف الأصعدة تقتضي التعاون الإيجابي والتشاور الأخوي البناء مصحوبة بتجسيد النوايا الطيبة بما يمكننا من اجتياز العقبات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية السامية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين. وختاماً، نتوجه إلى المولى سبحانه أن يوفقنا لما فيه ومرضاته، وأن يطهر قلوبنا ويقوي عزائمنا ويحفظ بلدنا ويؤيدنا بالتوفيق ويسدد خطانا على دروب الخير لخدمة وطننا العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن سمو نائب الأمير وولي العهد بانتهاء حفل الافتتاح، وأرجو من الأخوة والأخوات الأعضاء التوجه لاستراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على سموه حفظه الله ورعاه، والعودة للنظر في بنود جدول الأعمال بعد توديع سموه، وأرجو من الضيوف الكرام البقاء في أماكنهم حتى مغادرة سموه مقر المجلس. والآن ترفع الجلسة. الوزراء، النواب الكرام من أعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة، لإلقاء التحية والسلام ببدء هذا الفصل التشريعي والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم سيتم استئناف هذه الجلسة. حديث بين سمو نائب الأمير والنائب أحمد عبد العزيز السعدون والنائب أحمد لاري النائب بدر الشمري ممثلا للدائرة الرابعة، النائب ماجد المطيري الدكتور سعد البراك
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار. وعدد آخر من نواب مجلس الأمة النائب حسن جوهر كما بدأ. نتابع إذن هذه الصورة. الدكتور حمد العدواني لالتقاط الصورة التذكارية بعد السلام على سموه في استراحة الأعضاء بقاعة عبد الله السالم. النائب محمد هايف انطيري، نائب محمد الحويلة، نتابع إذن النائب شعيب المويزري مقدما التحية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وكعادته لا يبخل بالتوصيات لإخوانه أعضاء مجلس الأمة. إذا ما عدنا لخطاب سموه رعاه الله، والذي حوى العديد من النقاط المهمة التي تصلح دون أدنى شك إذا ما تم الالتزام بها العمل لمصلحة الكويت، حيث أشار سموه إلى أن الإصلاح هو سبيل النهضة وسبيل الاستقرار. نائب محمد المهان في حديث مع سموه رعاه الله، ويبدو النائب المحلل عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وقد حوى الخطاب الإشارة إلى أن الكويت تواجه مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الوطن والأجيال القادمة، وكل ذلك لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب. النائب جنان محسن رمضان في هذه اللقطة، النائب مهند الساير أيضا قبل اكتمال عقد الصورة التذكارية التي سيتشرف نواب الأمة بأخذها مع سموه. نحاول إذن أيها السيدات والسادة قدر الإمكان من خلال كاميرا تلفزيون دولة الكويت تسليط الضوء على أهم النقاط التي تفضل بها سموه، والذي راهن كثيرا من خلال خطابه على ثقته العالية بإدراك نواب الأمة ووعيهم وحرصهم على مصلحة الكويت من أجل تحقيق طموحات المواطنين، حيث أشار سموه إلى أن هذه الأمانة دولة الكويت، والتي
وهبنا إياها الآباء يجب أن يستلمها الأبناء بأفضل حال. وفي إشارات عديدة وردت بخطاب سموه تحدث عن تنقية السلوك البرلماني من الشوائب والنأي بمجلس الأمة، عن جميع أنواع الصراعات، والتزاما بالدستور الكويتي الذي يمنح كل نائب حق الاعتراض، ولكن بطرق تعكس ثقافة الكويت والكويتيين، وتعكس هذا التاريخ العريض الذي يجمع أهل الكويت تحت مظلة واحدة هي الدولة. كما أشار سموه إلى تفعيل التعاون البناء مع الحكومة، حديث جانبي مع النائب الدكتور عبد الكريم الكندري قبل التقاط الصور التذكارية في استراحة الأعضاء بقاعة عبد الله السالم. كما نصح سموه بإعطاء الحكومة فترة كافية للإنجاز ومشاركة مقترحات النواب بخطة عمل الحكومة بما يعكس الطموح لكل مواطن كويتي يطمح بأن يرى نتاج هذا العمل النيابي على أرض الواقع. فالارتقاء بالخطاب البرلماني كما أشار سموه لا شك أنه يولد نتائجا وإنتاجا أفضل يصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما أشار سموه إلى ضرورة إنجاز التشريعات المتعثرة التي قد تكون في فترة سابقة لم تأخذ نصيبها من المداولات والنقاش، خاصة تلك القوانين كما أشار سموه التي تصب في مصلحة المواطن وتطوير هذا الوطن. بدأ الدكتور فلاح الهاجري نائب عن الدائرة الثانية بمجلس الأمة. لازلنا إذن نتابع وإياكم هذه التحايا نائب هاني شمس النائب متعب الذايدي النائب عادل الدمخي أيضا النائب عبدالله فهد. نقترب وإياكم النائب فهد بن جامع من خلال اللقطة السابقة. ونعتذر لكل من لم تسعفنا الكاميرا بالتعرف عليه. ونعود بكم سيداتي سادتي إلى خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العاد الأول للفصل التشريعي 17، والذي كما أشرنا سابقا يعد منهاجا لهذا المجلس. تؤخذ الآن الصور التذكارية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. وأصحاب
المعالي الوزراء والسادة النواب في استراحة الأعضاء في مجلس الأمة. نتابع وإياكم إذن، ونشير أيضا إلى توصيات سموه الكريمة بالمحافظة على نسيج الشعب ووحدته الوطنية، كما أكد على ضرورة أن يكون نتاج هذا المجلس هو علامة ولبنة من لبنات البناء، وفترة من فترات التفاهم والتعاضد بين أبناء الشعب، وتفعيل التعاون البناء، وتحقيق الطموحات. حيث أشار إلى أنه لم يعد هناك مكان لتصفية الحسابات وتعثير ووضع عقبات أمام الإنجاز لمجرد نظرات قصيرة، كما أشار سموه إلى ثقته العالية بإخوته من أعضاء مجلس الأمة للمرور بالكويت إلى مرحلة جديدة من البناء والتطور. نتابع إذن هذه الأحاديث الجانبية، ويبدو عدد من النواب في هذه اللقطة النائب خالد العميرة والنائب أسامة الزيد والنائب عبد العزيز الصقوي أيضا والنائب الدكتور فلاح الهاجري والنائب الدكتور حمد المطر والنائب سعد الرشيدي. مستمعينا، إلى توجيهات سموه قبل العودة إلى القاعة بعد مغادرة موكب سموه مجلس الأمة. نتابع أيها السيدة والسادة خلال هذه الأثناء عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، ونشير إلى الخطاب الأميري والذي ألقاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والذي هنأ من خلاله النواب على ثقة الشعب التي حصلوا عليها، وأكد أيضا الالتزام بأحكام الدستور من حريات وحقوق وواجبات، وأكد على ضرورة تحقيق العدالة وسيادة القانون ومحاربة الفساد من منابعه، كما دعا من خلاله لاستكمال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. سيعود مجلس الأمة بعد قليل بعد مغادرة سمو نائب الأمير وولي العهد، والذي تشرف أعضاء هذا البرلمان بالنطق السامي الذي ألقاه سموه. هكذا هي دائما طريقة سموه بالحرص والتأكيد على ضرورة الجد في العمل والابتعاد عن التشنجات
في مجلس الأمة لتسير سفينة الديمقراطية إلى بر الأمان من خلال الالتزام بدستور الكويت، والذي استمر ولا زال لأكثر من 60 عاما، وقد مرت بالأمس الذكرى 62 لاستقلال الكويت في 19 يونيو من عام 1961، لنستذكر أبو الدستور كما يحب الشعب الكويتي أن يسميه المغفور له بإذن الله تعالى، أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم، والذي أسس لمرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحديث بدأت بالاستقلال، وتبعها بعد ذلك المجلس التأسيسي، ونعيش اليوم المجلس 17 لمجلس الأمة من خلال دستور يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الشعب والأسرة الكريمة آل الصباح. الذين دائما ما يكونون جزءا لا يتجزأ من هذا الشعب تفاهما واستماعا، ولا شك أن مجلس الأمة هو دليل صريح وواضح على مدى قرب الشعب من حكامه. هؤلاء الحكام الذين يستمعون إلى متطلبات شعوبهم من خلال برلمان يمثل هذا الشعب بخمس دوائر في شكله الحالي، حيث مر البرلمان بعدة فترات مختلفة، بدأت بعشر دوائر وخمس أعضاء لكل دائرة، ثم عدلت الدوائر في عام 1981 لتكون 25 دائرة. بعدها عدنا إلى 5 دوائر في عام 2006 بواقع 10 أعضاء عن كل دائرة. نتابع إذن هذه الأحاديث الجانبية لسموه التي يحرص على توصية إخوانه وأبنائه أعضاء مجلس الأمة لضرورة الجد والاجتهاد من أجل الخروج بعمل مشرف يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويصب في مصلحة التطوير والإنجاز والمحافظة على سمعة الكويت داخليا وخارجيا. هذه الدولة التي تكتسب خصوصية ميزتها عن باقي الدول الشقيقة والصديقة في منطقة الشرق الأوسط، هذه الدولة التي حظيت بهذا البرلمان منذ عام 1962 بإعلان دستور الكويت في 11 نوفمبر من عام
1962، واستمر هذا النهج حتى يومنا هذا. هذا النهج الذي يعكس دون أدنى شك صورة خاصة بالكويت، وثقافة تعكس عمق هذه العلاقة بين مكونات الشعب الكويتي وحكام الشعب الكويتي، وهذا المدى البعيد الذي مشاه أهل الكويت تقاربا والتحاما. ولا شك أن أكبر دليل على هذا القرب والتلاحم هي محنة الغزو العراقي في عام 1990، والتي التف الكويتيون خلالها حول حكامهم رافضين أي منغص على العلاقة بين الحكام والشعب، ومتمسكين بهذه الأسرة التي يمتد تاريخها في الكويت ومع هذا الشعب لأكثر من 250 عاما. نتابع وإياكم مشاهدين في كل مكان هذه التوصيات والمتابعات من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بعد أن افتتح دور الانعقاد العاد الأول للفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة في تمام 10 من صباح اليوم، والتقطت الصور التذكارية بعد أن قام أعضاء المجلس بإلقاء السلام على سموه وأخذ الصور التذكارية. نتابع مشهدا آخر لمجلس الأمة وعلى ضفاف الخليج، تاريخ طويل يعكس ثقافة كويتية أصيلة امتدت لقرون. لازلنا إذن أيها السيدة والسادة في مجلس الأمة من خلال هذا النقل المباشر، حيث ستستأنف الجلسة بعد قليل للوقوف على جدول الأعمال في مجلس الأمة، لبدء جدول الأعمال لدور الانعقاد العاد الأول من الفصل التشريعي 17 بهذه اللقطة البانورامية التي تأخذنا عدسة تلفزيون دولة الكويت من خلالها لجمال المنظر بعد أن رأينا جمال التعامل. نتابع وإياكم أيها السيدات والسادة بكل فخر هذه المرحلة الجديدة من مراحل الديمقراطية الكويتية، ففي 6 من الشهر الجاري يونيو تم انتخاب 50 عضوا من قبل الشعب الكويتي ليتم تمثيله في مجلس الأمة، حيث وزعت النتائج على الدوائر الانتخابية 5، وحظي العديد من أعضاء هذا المجلس بثقة الشعب في دوائره 5. السيد عبد الله المضف من الدائرة الانتخابية الأولى، والسيد أسامة الزيد، والسيد أحمد لاري، السيد خالد الطمار، الدكتور حسن جوهر، السيد داود معرفي، السيد عيسى الكندري، السيد حمد المدلج، أسامة الشاهين، عادل الدمخي للدائرة الانتخابية الأولى، بينما حظي بثقة الناخبين في الدائرة الانتخابية الثانية مرزوق الغانم، شعيب شعبان، عبد الله الأنبعي،
دكتور فلاح الهاجري، محمد مطير، عبد الوهاب العيسى، بدر نشم العنزي، فهد المسعود، حمد المطر، بدر الملا. وفي الدائرة الانتخابية الثالثة مهلهل المضف، أحمد السعدون، عبد الكريم الكندري، عبد العزيز الصقعبي، جنان محسن رمضان، حمد العبيد، فارس العتيبي، حمد العليان، جراح الفوزان. وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بدر الشمري، مبارك الطشة، متعب عايد العنزي، محمد الرقيب، محمد هايف، مبارك الحجرف، عبد الله فهاد، سعد الخنفور، فايز غنام الجمهور، وشعيب المويزري. وأخيرا وليس آخرا في الدائرة الانتخابية الخامسة، هؤلاء الذين يمثلون الشعب الكويتي في مجلس الأمة في الفصل التشريعي 17 بعد الانتخابات التي استحقت في 6 يونيو الجاري. نتابع أيها السيدة والسادة ونستذكر هذا التاريخ العريق والجدير بالفخر لكل كويتي. لازلنا وإياكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت بانتظار استئناف الجلسة الأولى، والتي ستكون بعد الجلسة الافتتاحية التي رفعت قبل قليل بعد تشرف أعضاء المجلس بافتتاح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بافتتاح دور الانعقاد العاد الأول للفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة. نعود لنذكر بأجيال مضت وحافظت على الحياة البرلمانية الكويتية ومثلت الشعب من خلال مجلس الأمة، هذا المجلس الذي يدخل في هذه المرحلة تحديات جديدة وسط كل ما نشاهده ونتابعه من ظروف حول الكويت وحول الشرق الأوسط بل وحتى في العالم. في عام 1963 انتخب أول مجلس أمة كويتي بعد المجلس التأسيسي، حيث ترأس عبد اللطيف ثنيان الغانم المجلس التأسيسي، بعده سيد عبد العزيز حامد الصقر أول مجلس أمة كويتي، وكان رئيس المجلس للفصل التشريعي الأول. تلاه بعد ذلك السيد سعود عبد العزيز العبد الرزاق، ثم السيد أحمد زيد السرحان. نتابع وإياكم إذن في هذه الأثناء مغادرة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بعد أن تفضل وافتتح دور الانعقاد العاد الأول في جلسته الافتتاحية، يرافقه رئيس السن النائب السيد مرزوق الحبيني، حيث سيغادر سموه مجلس الأمة بعد الجلسة الافتتاحية. نتابع إذن هذه اللقطات قبل أن يغادر موكب سموه رعاه الله مبنى المجلس. حرس اسحاق!
عزف السلام الوطني إذانا بانتهاء حفل الافتتاح لمجلس الأمة في دور الانعقاد العاد الأول للفصل التشريعي 17. في هذه الأثناء يغادر موكب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بعد افتتاح جلسة مجلس الأمة بدور انعقاده العاد الأول في فصله التشريعي 17. نعم، نشاهد إذن مغادرة موكب سموه بعد افتتاح دور الانعقاد العاد الأول للفصل التشريعي 17. في هذه الأثناء لنأخذكم بعد لحظات إلى استديوهاتنا في تلفزيون دولة الكويت والزميلة مناير القلاط.